يطل الرئيس الأمريكي 46 جو بايدن على الأمريكيين في مؤتمر صحفي ليضع أمامهم كشف حساب لما حققه خلال عامه الأول في البيت الأبيض. عند أداء القسم كان هناك فقط 2 مليون شخص ملقحين، اليوم أصبح 210 ملايين أمريكي ملقحين بالكامل. خلقنا 6 ملايين وظيفة جديدة، وهذا هو الرقم الأعلى في عام واحد، وانخفض معدل البطالة إلى 3.9%، وانخفض معدل فقر الأطفال بنسبة 40%، وهذا هو الانخفاض الأكبر في التاريخ الأمريكي. نسبة قبول الأمريكيين لأداء رئيسهم كانت لدى توليه السلطة 56%، ولكن خلال 12 شهرًا الماضية خسر بايدن 14% من نسبة الراضين عن أدائه، وأصبحت نسبة القبول الحالية 42%. إنه في وضع سيء لأن الأمريكيين منقسمون سياسيا ومزاجهم السياسي متعكر، وهم يحكمون بقسوة على السياسيين ومن بينهم بايدن، ولذلك فهو يمر بأوقات عصيبة لأنه لا يرى كرئيس ناجح أو قابل لإعادة انتخابه في حال استمرار الوضع الحالي في الولايات المتحدة. مشاكل داخلية عديدة واجهت بايدن خلال سنته الأولى كسيد البيت الأبيض، أبرزها استمرار الاستقطاب الحزبي وبروز انقسامات داخل الحزب الديمقراطي والتضخم الكبير الذي تشهده البلاد والذي صاحبه ارتفاع في الأسعار، وأخيرا خروج مستوى الإصابات بفيروس كورونا عن السيطرة. وفي خضم ذلك برزت تحديات خارجية يرى الكثير من الأمريكيين أن بايدن أساء التصرف فيها. الأخفاق الكبيرة من الناحية العالمية والانسحاب من أفغانستان الذي كان يجب أن يكون بشكل إيجابي لأنه انسحب من أكبر حرب، من أطول حرب في تاريخ أمريكا، ولكن الانسحاب جرى بشكل سريع وغير مدروس وأثر على الصورة التي أعطاها بايدن لأمريكا وللعالم بشكل عام. هذا وتنتظر بايدن البالغ من العمر 79 عاما مزيد من القضايا والتحديات خلال فترته الرئاسية الحالية، سيكون عليه إيجاد سبل للتعامل معها بشكل يرضي الأمريكيين. يرى المحللون أنه لا تزال أمام بايدن فرصة لكسب تأييد وقبول الأمريكيين لأدائه خلال السنوات 3 المتبقية من فترته الرئاسية الأولى، وذلك من خلال إجراء تغييرات على خططه والعمل على إصلاح الوضع الاقتصادي. سهيل الشاعر، قناة الغد، واشنطن.